معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. مساء النور يا فندم، رأيك ايه في طاقم تحكيم مباراة اليوم بين الأهلي والمازيمبي بشكل عام؟ بص بشكل عام بيتر كماكو النهارده عمل مباراة جيدة جدا، والنهارده مفاجأة المباراة اللي انا انبسطت منه جدا كمان افتح تقنية الفار اللي كان بنشكك فيها قبل المباراة، ماريا ريفت موريشيوس معاها لحلو بن براهم، عمل مباراة تحكيمية مميزة وكسبت معاهم في قرار واحد في المباراة، لكن في الأخر التحكيم النهارده قام بمباراة محترمة جدا تحكيمية النهارده. اللقطة بتاعة تدخل الفار في الكورة اللي فيها ضربة أو فيها هدف لمازيمبي، كرة صعبة جدا يا كابتن جهاد، احنا واحنا بنتفرج على المباراة في اللايف محدش شافها تقريبا يعني. ما هو ده اللي بقول عليه التميز النهارده لماريا ريفيت، انها تجيب لقطة تحكيمية، أولا الهدف ما فيش فيه أي شبهة تسلل، مفيش تسلل نهائي في الهدف، بالتالي اللاعب كان بتاع مازيمبي اللي أحرز الهدف واللي لعب الكورة كمان ما فيش تسلل نهائي. ان يجيب لقطه كده الايد اللاعب مازيمبي اللي في وضع غير طبيعي وتلمس الكوره تلمس الايد اللي بالمنظر ده، وبعد كده الحكم هتكتشف ده وتجيبه للحكم ويشوفها بصوره جيده، في زاويه جابت الرؤيه ما كانتش واضحه لكن في زاويه ثانيه وضحت تماما ان في لمسه يد، في ناس بتتكلم على لمس اليد انها الكوره تغير اتجاهها، مش شرط انها بلمس الكوره تلمس الايد انها تغير اتجاهها، باي حال من الاحوال دي مش معيار نهائي، لكن مجرد تلمس اليد وتمشي في نفس الاتجاه يعاقب عليها اللاعب بلمسه يد، وبالتالي بنتكلم تميز كبير من حكمة الفار ماريا ريفيت ولحلو بن براهم على الفار، وقرار صحيح من حكم المباراة بيتر كماكو بإلغاء هدف مازيمبي، وده القرار المباراة، ده القرار اللي غير مسار المباراة تماما، هو قرار صحيح وإلغاء الهدف كان إلغاء صحيح كده.